ولتفاصيل أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبدو بشر، عضو مجلس النواب. مساء الخير أستاذ عبدو. مساء الخير. بداية، برأيكم ما أهمية وأبعاد هذه الرسالة في كشف مظلومية الشعب اليمني وتعرية من يستغل الشرعية الزائفة لقتل اليمنيين وتدمير مقومات البلاد؟ شكرا جزيلا. أولا، هذه الرسالة جاءت توضيحية لمن لا زال في قلبه ذرة شك بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب وبالعدوان الحاصل على اليمن برا وبحرا وجوا. نعم. وجاءت لتوضح لدول العالم بالإجماع ما يتعرض له الشعب اليمني وما تتعرض له البنية التحتية وما حصل من دمار بسبب العدوان من قبل المملكة السعودية وحلفائها. وجاء ليقول للعالم أن أي شرعية بعد اليمين التي أداها أعضاء المجلس السياسي الأعلى لا وجود لأي شرعية وفقا للنصوص الدستورية واللائحية والمبادرات المتعاقبة ابتداء من المبادرة الخليجية ثم اتفاق السلم والشراكه ثم الاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائه. جاء هذا ليفسر يعني ما كان يعتقده البعض انه غموض وممارسه لمهام مجلس النواب الدستوريه والتشريعيه، فلا وجود لاي شرعيه بعد اليوم سوى لشرعيه مجلس النواب والمجلس السياسي الاعلى والسلطات المحليه التي هي داخل الجمهورية اليمنية. طيب، هل لديكم في مجلس النواب برنامج لعمل خطوات وتحركات قادمة من شأنها وقف العدوان وفك الحصار المفروض من قبل العدوان وحلفائه على الشعب اليمني؟ نعم، هنالك أكثر من وفد سوف يسافر، ونظرا لعدم يعني لمنع دول التحالف والمملكة السعودية للطيران المدني من وإلى الجمهورية اليمنية، فلربما أنا أعتقد أن المجلس قد كلف من أعضائه المتواجدون في الخارج وهنالك جدول عمل مكثف لزيارة جميع برلمانات العالم وجميع دول العالم. نعم، إذن الأستاذ عبدو بشر، عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.